التغيير اللي احنا كنا متكلمين عليها تامر، قلنا انه الدفع بمحمد رمضان، اعتقد انت كنت قلت الكلام ده، هو الدفع بمحمد رمضان هو ممكن يبقى السبيل الحل من ضمن سبل الحل بالنسبه للبتروجيت. تم الدفع بمحمد رمضان، ومحمد رمضان كان بيسجل هدف على طول فور نزوله. ده بيقول انه برضه المدير الفني اللي بقى عنده على دكه البدلاء لعيبه مميزين يقدروا يحلوا له او يفكوا له ماتش، يبقى بمعنى اصح كده مع عقرب يعني. مظبوط. في البدايه طبعا عاوز اقول مبروك لبتروجيتو الكابتن طلعت يوسف، وهارد لك للانتاج الحربي والكابتن شوقي غريب. ومن وجهه نظري فوق مستحق البتروجيت، والنتيجه طبيعيه ومنطقيه. بتروجيت مشى الماتش زي ما هو عاوز، بالتحديد في الشوط الثاني توقعنا بعد السيناريو، لكن في حاجه تؤخذ على بتروجيت يا ابراهيم، وفي حاجه تحسب لبتروجيت. اللي يؤخذ على بتروجيت انه كده يعني رسمي كده خلاص ماشي على سطر وبيسيب سطر، فوز تعادل فوز تعادل فوز تعادل ثم فوز. يعني بدا بالفوز على دجله، اتعادل مع الداخليه، الفوز على اسوان، التعادل مع طنطا، الخساره من الاتحاد، التعادل مع يعني ما بيكسبش مباراتين ورا بعض، او ما بيأديش حتى بصورة جيدة مباراتين ورا بعض، لكن النهاردة أدى بصورة جيدة في الشوط الثاني، نفس السيناريو اللي عمله في مباراة الأهلي. طيب خلينا نحلل معاك الجون سريعا علشان نخش على المباراة اللي جاي. ده الهدف اللي سجله محمد رمضان من ضربة ثابتة، تعالى نتفرج عليه بتقنية المقصورة، تقنية دي ام سي. اتفضل يا تامر. كنا طبعا متوقعين ان اصابنا يعني، وكابتن حماده كمان كان توقع نزول محمد رمضان، ونزل مكان ناصر ماهر اللاعب المعار من النادي الاهلي بين الشوطين. ووجهه نظري ان الثلاث تغييرات كان ليهم تاثير كبير على اداء بتروجيت. هو هنا طبعا بيوري لك ان هي من 21 متر، والراجل حاططها في الزاويه اللي هي بتاعه الحيطه، من فوق الحيطه يعني، على شمال امير عبد الحميد. تبقى صعبه شويه، ما تبقى صعبه، واضح لو مش شايفها امير، مش شايف الحيطه. هو لازم يعني يبقى في زاويه صغيره يشوف منها الكره، الكره مش قويه، الكره ملعوبه طبعا بمهاره عاليه مظبوط فوق الحيطه. لازم في رؤيه بس للحارس في الكور ازاي. طيب هو كان محمد رمضان على فكره هو رجل المباراه، اجمالي تمريراته 10، التمريرات الصحيحه منها 5، التسديد 1، وعلى المرمى 1، والاهداف هدف. لكن انا متفق مع كابتن حماده ان رجل المباراه هو مصطفى شبيطه. لان للاسف ابراهيم برضو قافه اللعيب المصري. يعني محمد رمضان كنت متوقع ان هيبقى ليه دور وتاثير في النواحي الهجوميه اكتر من كده بكتير، او على الاقل الوقوف على الكوره. انت راجل عندك مهاره، راجل بتلعب برجلك الشمال في الطرف اليمين، بتقدر تدخل لجوه تصنع تمريرات في ظهر المدافعين، تسبب بيها ازعاج، خاصه ان احنا قلنا المدافعين بتوع الانتاج الحربي يتقدم بيهم السن شويه، وبدا يبان عليهم البطء. لما حسيت ان هو جاب الجول اللي متقدم بيه فريقه، حاسس ان طموحه وقف، ان انا خلاص كده اديت دوري وانا كده عملت اللي عليا، شكرا. لا، هو زي ما حتى عجبني كابتن طلعت يوسف قال، انا المراسل بتاعنا قال اصبت يا كابتن طلعت ونزلته، واول لمسه جاب جول. كابتن طلعت قال لك لا، انا منزله علشان ادوار تانية، لكن ان هو يجيب جول من اول لمسه دي بتاعت ربنا، انت بتعمل اللي عليك واللعيب يبقى يا موفق يا مظبوط. بس عايز اقول ان محمد رمضان كان محظوظ لسبب بسيط يا ابراهيم، ان كان الفاول محطوط من فوق الحيطه على طول، وان الحيطه كان اطول لعيب في الانتاج الحربي، كان من حسن حظه ان هو كان بيتعالج بره، واقف على الخط. لو مخرجنا عظيمه رجع وساعه تسديد الفاول، هتلاقي ان فتح الله كان بيتعالج لما اتخبط بركبته في بقه، وبقه جاب دم، كان بيتعالج بره. فتح الله اعتقد لو كان واقف كان ممكن، مع ان هو لو نط، لو عظيمه جاب الفاول، بص فتح الله واقف على الخط على شمال المنطقه الفنيه، كان ممكن. يعني ما بقولش طبعا ان فتح الله لوحده حائط الصد، أيوه. لانها مش فولي، مش لعيب حائط صد لوحده فردي يقدر يصد الكره، لكن كان ممكن يبقى ليه دور، خاصه ان الكره ارتفاعها فوق الحيطه بحاجه بسيطه، مش من فوق الحيطه بمسافه عاليه. صحيح. طيب. لكن اخر حاجه كنت عاوز اقولها سريعاً، ان محمد رمضان وكريم طارق لعبوا دور كبير جدا، وموافق كابتن حماده ان كان في ريسك شويه، او كابتن طلعت اخذ الريسك بدري ان هو طلع فيكتور اومو بدري، او استغنى بلغه الكره كده عن العمق الهجومي، وابتدى يعتمد على الهجمه المرتده عن طريق السرعات اللي عنده محمد رمضان في الطرف اليمين، وطارق كريم طارق في الطرف الشمال.